جان بابا هو ده اللي انت بتعلمه لهم يجتم ابوهم في وسط الناس هو ده الجيل الجديد اللي عايزين تطلعوه ده انا قعدت 50 سنة اشرب سجاير في الحمام عشان ابوها ما يشوفنيش يجي اليوم انا اشوف ولادي يهزقوني في وسط الناس يا بتاعت الحضاره بابا اخرصي يا بنت خالص اخرصي انت مش لسه واخده مني 1000 جنيه الصبح ماشي وانت خوداي ده انت مغير 3 عربيات في سنتين دي اخرتها برضه بس ما نروح البيت ليلك سودا النهارده يلا يا استاذ مرجان ايوه لو سمحت تتكلم معاهم بطريقه كويسه انت هتعلميني ازاي اكلم ولادي يا دكتوره اولادك مش اطفال من حقهم يعبروا عن رايهم حتى لو كان متعارض مع رايك يا سلام يا سلام ونبقى خليك انت في حالك انا هفوق لك بعدين يلا انت وهي يلا انت مش عندنا في الشركه ايوه ايه اللي جابك